وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري شدد النواب على أهمية ملف التعليم العالي، مشيرين إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف باستراتيجية واضحة. ملف التعليم العالي اصلا ملف مهم جدا، لان هو يعني بيخاطب شريحه او فئه معينه من المجتمع، وهي فئه الشباب المقبل على الحياه والمقبل على العمل واللي هيتخرج وعايز شغل واللي كمان بيتشكل وعيه وتفكيره. فملف خطير جدا وحساس، ولابد التعامل معاه يعني بحكمه وباستراتيجيه واضحه وثابته. وانا اعتقد ان فعلا الملف ده واخد حيز من اهتمام الدوله المصريه كبير. اتكلمنا النهارده بعض الطلبات على العلاج على نفذ الدولة، وإن احنا المواطن لازم ياخد علاجه على نفذ الدولة بأكمل وجه، ويكون في هناك راحة تامة للمريض، ويكون في عناية تامة للمريض أيضا. في الحقيقة النهاردة كانت جلسة مهمة جدا، نواب تنسيق الشباب الأحزاب والسياسيين أثاروا العديد من الأدوات الرقابية اللي كان تم التقدم بها الفترة اللي فاتت، وده في الحقيقة بيعكس حرص تنسيق الشباب الأحزاب والسياسيين واهتمامها الشديد بملف التعليم، وتحديدا التعليم العالي وملف الجامعات والمستشفيات الجامعية. الجلسة كانت جلسة قوية جدا، مواضيع كتير تخص وزارة التعليم العالي، يمكن كان أهمها فكرة تدريب وتأهيل الشباب في الجامعات لسوق العمل، ويمكن كان في أسئلة كثيرة ومناقشات عامة موجهة كثير في هذا الموضوع. وأنا تحدثت مع معالي الوزير بأهمية وجود تدريبات داخل الجامعة من الفرقة الأولى لحد الرابعة، علشان يقدر يواكب خطة الدولة في تمكين الشباب من خلال إيجاد فرص عمل تنافسية تقدر تضمن لهم حياة كريمة في المستقبل.